كاين اللي مبلي عنده عاديه، وكاين هذيك اللي انكوليزي شنقولوا ليه هذاك راه ضروري هذاك، واخا ماشي يزيدوا فيه غيشرب غيشرب. غادي نزيدوا في الزيت ونزيدوا في مطيشه والبطاطا على الناس وما غنزيدوش في الخمور، شيء طبيعي. المهم انا صحاب ديال الشرب هذا الشيء بعدا ما تيتسوقوش له بعدا، حيت الشرب معطي الاغنياء البرابر اللي ولاو رخاص يزيدوا فيهم حتى هما، حيت هذوك البرابر الرخاص اللي تيخدموا بنادم بزاف تيخليو لا طراز في الحوايج. غيبقى الاوضاع مرديه، غيبقاو الناس عايشين في الهاويه. اشوف هو بالنسبه للشراب راه كاينين الناس، كاينين الناس كاين اللي مبلي وكاين اللي مبلي بزاف فهمتيني، كاين اللي مبلي عنده عاديه وكاين هذيك اللي انكوليزي شنقولوا ليه هذاك راه ضروري هذاك، واخا ماشي يزيدوا فيه غيشرب غيشرب. ولكن غيزيدوا في الشراب راه كاينين القرابه، راه غيمشيو يتقداو مع القراب، القراب راه تزيد عليهم 10 درهم 20 درهم، راه هو داك الثمن ديال الترونسبور ديالها، راه هي واخا يزيدوا راه قريبه لينا. وراه هذيك بعد اول حاجه بالنسبه لكاين الشرطه فهمتيني، كاين مخالفه ديال حمل الخمر وضروري خصك تسلج باش تدوز هذاك الشيء وصافي. امين الله يعفو على ام سيدنا محمد، هادشي راه كامل راه حرام والله يهدي ام سيدنا محمد وصافي، هادشي اللي نقول. شوف هاد الناس راه ما غيتوبوش، وهاد الخمر اللي غيبقى يتزاد فيه راه ما تيهمهمش هاد الامر، لانهم عندهم فلوس ما عندهم ما يديروا بها. شوف كوكان هاد الضرائب على الخمور تتنفع، غتنفع لنا كاين مسائل اخرى في هاد الضرائب وحنا ما نفعتنا حتى شي حاجه. اما هاد الناس هادو واخا يزيدوا الضرائب كيما زادوا الضرائب غيبقى الاوضاع مرديه، غيبقاو الناس عايشين في الهاويه. خويا من هذا المنبر هذا، المهم انا صحاب ديال الشرب هذا الشيء بعدا ما تيتسوقوش له بعدا، حيت الشرب معطي الاغنياء، حيت الفقير من بعيد عليه هذيك حيت الشرب ماشي اجي وشرب، حيت ما تنعرف الشرب تيشربوا هذيك دم الكلب ولي عليه طلبات على الفقير ما يتسوقش، واخا يتزاد 100 غادي ياخذوا. ودابا من هذا المنبر هذا تنقول لعباد الله راه حيت كانت قررت واحد الحاجه عند الدروكري، حيت هو تتلقى في القرعه فيها 35 فولت، كاينه واحد القرعه تتباع عند الدروكري ب 400 ريال فيها 100 فولت، تزيدها شويه لما تيمولونجيها عرفتي تيطفى مع الخمسه ونص، تيكون واقف مع الاربعه الخمسه ونص سته الارب تيولي عوج، تيلاقي هاد الصدافه ديال القميجه مع ديال السروال ضاربو جن. وتنشوفوا اصحاب ديال اصحاب الشراب كيما بليتوهم دابا تحيدوا لهم الشراب من السوبيرات غيتلاحوا للدروكري، باقي تنقول هذيك ديال الدروكري راه تحيد الركابي ولا بنادم تيشرف عنده 35 عام تيولي عنده بحال 110، تيولي عنده واحد الكحبه مخرشه بسبب هذيك 100 فولت، وهذيك 100 فولت دابا ولا تيطبخوها فهمتيني، باش كاع ما يموت شهر 11 تيبقى حتى شهر 3 وكل نهار رزقه. من هذا المنبر هذا من هذه الزياده هذه مزيانه، ويزيدوا حتى في هذيك واحد البرابر اللي ولاو رخاص يزيدوا فيهم حتى هما، حيت هذوك البرابر الرخاص اللي تيخدموا بنادم بزاف تيخليو لا طراز في الحوايج، تيخليو واحد البقعه مائيه وديك المائيه راه جاي من البعيد وكارهه. المهم تنقول هذا المنبر هذا يزيدوا حتى في هذيك البرابر، ما يزيدوش في هذاك الشراب القاصح الكبير، يزيدوا في كل شيء باش نبقاو نشوفوا بنادم يموت في خطره يعيش في خطره فهمتيني. من هذا المنبر هذا تنقول الفقير يتوعى شويه ويمشي يقصي هذيك داك الشيء اللي غادي يديه للشراب الخامر، يمشي يقصي يزيدوا في كرشو يتفتغل.